تقديمنا فقه مالك ها هنا ليس تعصبا أو جهالة، وإنما هو اقتداء بالنهج الصحيح الوارد من مدينة رسول الله وما عمل عليه الرسول وأصحابه والتابعون ومن تبعهم. لذا فإن إجماع أهل المدينة على قول كما قال شيخنا مالك هو حجة قائمة ملزمة. ولكن نعلم جميعنا أن نفراً عظيماً من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توزعوا في الأمصار كالعراق والشام ومصر، فهل نقدم قول من بقوا في المدينة وعملهم على من نقل الدين وعلمه لمن هم في باقي أمصار الدولة؟ أحقاً؟ تسأل مثل هذا السؤال يا حرملة؟ فلنسأل الشافعي، فقد خبر مثلي جلال العلم وجلاءه في حلقة شيخنا مالك. بما تجيبه يا شافعي؟ أتقدم أم تؤخر؟ لولا مالك وسفيان لضاع علم الحجاز، وإذا استشهدنا بأقوال العلماء فمالك هو النجم. أفهم أنك توافق على أستاذنا فتيان. أوافق فتيان على مكانة مالك وفضله على المسلمين جميعا، ولكن نحن جميعا بشر ولسنا بمعصومين، ودائما التفضيل في القول والفعل لما يوافق كتاب الله وسنة نبيه بعيدا عن الأماكن والأشخاص. لا أفهم، لما ترمي بقولك هذا؟ ربك أبن. أقصد أن حرملة أيضا على حق، فقد نقل كبار الصحابة العلم إلى كل مكان وأخذ عنهم التابعون، وها نحن ما زلنا نأخذ عنهم، ولا يحق لأي منا أن يبخس أحدا من السادة العلماء حقه ومكانته. ربك يا ابن إدريس، وكأنك أحضرت فقه بغداد وجئتنا يا ناصر أهل الحديث. نحن في مصر الآن، والأولى بنا أن نجمع بهمتك وهمتكم جميعا فقه إمام أهل مصر الإمام الليث بن سعد. ما حاجتنا لفقه الإمام الليث؟ وقد اكتفينا ولله الحمد بفقه شيخنا مالك، لما نشتت الجمع ونحن بعد نشرح علوم مالك؟ اكتفينا؟ نتشتت؟ وهل يكتفي طالب علم؟ نشرح علم مالك، ونشرح علم أبي حنيفة، ونشرح علم الإمام الليث. الإمام مالك نفسه كانت بينه وبين الإمام الليث مشاورات عديدة، وهناك مراسلات بذلك. اسمحوا لي. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.